كسكسو داري يقدم لكم شي ومع شوميشة. كسكسو داري ما يخطى داري. ملي كيكونوا عندنا الاطفال او شباب في الدار دائما كتلقانا كنقلبوا على وصفات ديال المقارونية. كثير شي المقارونية اللي غادي نوجدوها مع صلصة ومن بعد نديروها في الفرن على شكل غراتان. بيني وبينكم هاد الوصفات كيمكن لينا ندخلوا فيهم العديد من الخضار اللي وليداتنا ما كياكلوش لنا. غادي تشوفوا معايا واحد الوصفة لذيذة جدا غادي نديروها بلي مكاروني الكفتة البسباس وخيزو. تابعوا معايا الوصفة ديالنا. فيها ثلاثة ديال المكونات. كاين عندنا لاصوص اللي فيها الكفتة بالاضافه للخضار. هذه القضيه ديال الخضار غادي نتكلم لكم عليها بالتفصيل. عندنا صلصه ديال البيشاميل وعندنا صلصه ديال الطماطيشه. هاد المكونات بثلاثه غادي يعطيونا شي حاجه رائعه باش غادي نوجدوا المقارونية او هاد لي غروس كوكي. نتوما كيبقى لكم الاختيار يعني تاخذوا اي نوع من انواع المقارونية كيعجبكم او لا كيعجب الناس اللي عندكم في الدار. غادي نستعمل البصله. البصله اختاريت هنايا بصله خضريه اولا البصله خضراء. كيمكن لينا نديروا البصله العاديه نديروا البواغو حتى هو كيجي رائع تيجي لذيذ الا كانوا عندنا الوليدات ما كياكلوش لي بواغو. هنا كنخزنوهم مع هذيك لاصوص وكيدوزوا مع بعضهم تيجيو مزيانين. علاش اختاريت البسباس وخيزو؟ بزاف المرات الاطفال ما كيبغيوش ياكلوا لنا البسباس مع انه كيعطي واحد اللذه وواحد النسمه وواحد النكهه الداد للكفته او حتى الطريفات ديال اللحم فاش كنبغيو نديرو مثلا لو اشي بارمونتي تلقاو فيه هاد الخضار اللي كتكون فيها الحلاوه. خيزو كذلك انا قطعتهم هنا مربعات. الا ما عندكمش الوقت كيمكن لكم دوزوهم في الحتكه الغليظه. هاد القضيه حتى هي كيمكن لها تخدم مزيان وتجي مزيانه وما تاخذش كاع حتى الوقت في الطياب. غادي نبداو زيت الزيتون. زيت الزيتون مع البصله. هذه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت باش تشحر يعني كتنزل دغيا. غادي نزيد الكفته اللي متبله من قبل بطبيعه الحال ولا يمكن لكم تعوضوها كيف ما قلت اما بطريفات ديال الدجاج صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار ولا طريفات ديال اللحم. تحمرات الكفته فتتناها مزيان غادي نزيدو البسباس وغادي نزيدو خيزو. نزيد الثومة. بالنسبة للأعشاب العطرية فتحوا المجال لكاع النكهات. عندنا المادنوس عندنا الحبق وشوية ديال الكرافس. السر كله في الكرافس. كناخدو هكذا جديرات ديال الكرافس إما كنقطعوهم هكذا رقاق وإما كناخدوهم غير كنهرسوهم بحال هكذا كندقوهم من بعد كنوليو نحيدوهم غادي يعطيو لينا النكهة والنسمة ومن بعد كنوليو نزولوهم كنديرو واحد جوج ولا ثلاثة. كانوا عندنا داك القليبات الصفرين اللي كيكونوا في القلب ديال جدر ديال الكرافس هذوك تنقطعوهم رقاق حيت كيكونوا طريين وليين دغيا كيذوبوا. كرافس المعدنوس وريقات ديال الحبق تنديروهم بحال هكا من بعد كنحيدهم لانه هادشي كامل غادي نزيد عليه المرق. كيمكن لينا نديروا المرق اولا نديروا الماء بحسب اللي متوفر عندكم في البيت ماشي مشكل. غادي نزيدوا عليه المرق وغادي نزيد كذلك لي شامبينيون. هنا بحال كنديروا ان غاغو كلشي تيطيب مع بعضه وملي تيطيب تنولي نزيد عليه واحد المعلقه كبيره ولا جوج ديال صلصه تاع البيتزا. انا كتكون عندي دائما واجده في الدار كنستعملها مع مثلا هكذا مع المقارونيه او لا كنستعملها مع الرز او لا كنديرها باش نزين بها لي بيتزا ولا كنديرها مع الكفته والبيض. يعني كتكون دائما شي حاجه اللي هي سهله كثير شي لكن كنطيبوا بزاف وكنشغلوا في نفس الوقت فكيمكن لها تكون حل سريع وبسيط اللي نبغيو نوجدو بحال هاد الاكلات. غادا نزيد الملح بحسب الكميه اللي عندي ديال الخضار وكذلك ديال المرق ونزيد شويه ديال البزار. نغطي على طنجره نخليها حتى تطيب وتنشف من داك المرق ونولي نزيد عليها الصلصه ديال البيتزا اولا اون صوص طوماط عاديه اللي عندكم في الدار. درت المغليان زدت معاه شويه ديال الملحه وعملت فيه لي بات. انا اختاريت كيف ما قلت لكم لي كوكي الكبارين نتوما كيمكن لكم تاخذوا النوع اللي بغيتيو. هنا عندي مقله درتها كتسخن غادي نوجد فيها لاصوص بيشاميل. خاصنا ضروري اون بيشاميل باش كنخلطوها مع المرق اللي وجدنا باش يلا كتكون عندنا واحد صلصه ورديه اللي كتماشى واللي كتواتى مع المذاق ديال لي غراتان وكتجي زوينه في لي غراتان.
خليت المرق ديال اللحم وكذلك الخضار حتى نشف تماما، يعني نشفت هذيك الخضره طابت مزيان وعلى عافيه مهيله وتنسمات بالنكهه ديال الاعشاب العطريه. غادي نضيف ليها كيف ما قلت لكم لاصوص ديال البيتزا، وغادي نضيف ليها لا بيشاميل. غادي تعطيني صلصه ورديه اولا اون صوص اللون ديالها وردي. هذيك لا بيشاميل كتهرش شويه من الحموضه ديال المطيشه. كنخلي لاصوص كتشرب الصلصه ديال البيشاميل. غادي ناخذ من صلصه ديال البيشاميل اللي بقى عندي وغادي نزيدها على المكرونيه، وشويه كنخليه باش غادي ندير معاه الفخوماج اللي غادي يجي في الفوق ديال لو غراتان. غادي نحركهم وغادي نعملهم في الطبق هما الاولين. السر كله في هاد الصلصه ديال البيشاميل اللي كنديروا مع لي بات. دابا غادي ندير لاصوص دي وجد، غادي نغطي بها الوجوه ديال المكرونيه باش هي ملي كتكون كطيب في الفران هذيك لاصوص كلها كتهبط فوق من لي بات وكيجيو حتى هما مشربينها. الكميه ديال البيشاميل اللي خليت خديتها وسخنتها، ما ترددوش الا بانت لكم انها عقدات، تزيدوا عليها شي شويه ديال الحليب باش تخففوها. زدت عليها الجبن المحكوك ديال الموتزاريلا وفرغتها على الوجه ديال لو غراتان. غادي ندخلو يتحمر في الفران، واكيد انه معايا هنا في البلاطو بزاف ديال الناس كيتسناو يخرج. تحمر لو غراتان تنخرجوه من الفران وتنقدموه سخون بطبيعه الحال. الصحه والراحه.